كتخرجوا تخيموا ولا تسافروا بالليل ولا ديروا شي نشاط بالليل وما كتلقاوش مصدر ديال الاضاءه اليوم جبت لكم الحل الاخوان شاهدوا معايا الفيديو الاخوان السلام عليكم اليوم عندنا واحد الفيديو سبيسيال الفيديو الناس اللي كيعشقوا التخييم اليوم جبت لكم واحد المصباح صغير وقوي وقدر يدوز لك حتى شهرين او ثلاثه اشهر بدون شحن نعم يا اخوان ثلاثة شهور بدون شارج او بدون شحن غادي نتوكلوا على الله ونشوفوا الماتريال باش غادي نخدموا كما كتشوفوا معنا غنحتاجو ريزيستا وغادي نحتاجو آه مصباح ديال الليد غنحتاجوا آه بوطون بوسوار سويتش اللي غادي نطفيو ونشعلو منه آه بالنسبه لنا احتاج حتى هاد هاد كما كتشوفوا معايا هنا هذا بقيت واحد المصباح يدوي قديم كان عندي وبغيت نصنعو ونخدمو ونحتاجو كما كتشوفوا معنا هنا هادو هما الادوات وغادي نحتاجو كابل كابل يوسبي بحال هكا غادي تخرجلو جوج كابليات الزائد والناقص وغادي نحتاجو اهم حاجه مصدر التغذيه هو الباور بانك او الشاحن اللي كتشحن به الهاتف ديالك كما كتشوفوا هنايا سوديني الى ديك الشيمة ديالنا كملنا كما كتشوفوا معنا هنا درنا ليها الاساويج ديالها كاملين هي خدامه دابا غادي ندوزوها ونركبوها في البلاصه ديالها ونقدوها ونديروا لاسكوتش ونشوفوا النتيجه النهائيه كما كتشوفوا معنا الاخوان غادي نجربوها شويه في في كتشوفوا هنا غادي نطفيو الضو وغادي نجربوها ونشوفوها كيفاش دايره كما كتشوفوا معنا هنا اللهم بارك آه الصراحه قويه وصغيره وما كتاكلش الضو بزاف كما كتشوفوا معايا هنا المهم هذه كانت خفيفه المهم مزال غادي نجربوها في الليل ان شاء الله وتشوفوا النتيجه ديالها كيفاش دايره اللهم بارك الاخوان كالعاده ما تنساوش بارطاجي عجبك المحتوى ديالي ما دخلش علينا بجيم كومونتير زوين اشترك الى كنتي مازال ما مشتركش وهذه هي النتيجه النهائيه الاخوان